احنا نعرف رأي الرجاله. وهرجع تاني للاستوديو لان انا في اللحظه دي يا حرام في اللحظه دي بس بيصعب عليا الراجل اللي هو ما بين سيطره الام الجباره وسيطره الزوجه. اللحظه دي لازم نسجلها. مهمه جدا اللحظه دي يا جماعه، لحظه الحرب ما بين امه وما بين مراته، ودي عندها اسلحتها القويه جدا لانها الام، وهي برضو التانيه الزوجه عندها اسلحتها الملتويه لانها الزوجه. الحرب دي هتوصل لفين؟ انه في الاخر يبقى ابن امه ولا ابن مراته؟ بعد التقرير ده يلا بينا. ان انت تحافظ على بنتها وتخلي بالك منها وتراعي ربنا فيها من افضل الحاجات، يعني ان انت تخلي حماتك تحبك، يعني وطول ما امك راضيه عنك حماتك هتحبك زي ما بتتعامل مع والدتها بالظبط. حافظ عليها برضه وتراعي ربنا فيها. انت بتعمل ايه بقى لو في مشكله ما بين مين ومين؟ بشوف الصح فين ما بينهم، يعني بشوف مين فيهم اللي على حق ومين اللي معاه الصح وبتاع، وبحاول افهم اللي مش فاهم. ما باجيش على والدتي لو هي مش معاها، بس ممكن اكون مثلا ما بقاومهاش قدام مراتي، يعني فاهم. ممكن لو مراتي مثلا هي معاها الحق ما غلطش والدتي قدامها، بس اخد والدتي بعديها وافهمها وبتاع ان ده مش اسلوب، او مثلا في طريقه غلط في التعامل كده. والله هي تتضايق او ما تتضايقش، في الاول وفي الاخر امي قبل منها يعني. لا مش موضوع تنفلي، ما هو برضه يعني مراتك مش هتستغنى عنها، ما هم عيالك يعني. بس في الاول وفي الاخر دي والدتك، يعني لو مالكش بركه فيهم مش هيبقى ليك بركه في عيالك في مراتك في بتاع. لو لقيتني باجي عليها بقى اكيد هاجي عليها في يوم من الايام. تحاول ان انت تتعامل بالعقل، يعني بتحاول ان انت ترضي الطرفين ده او ده، لانك انت ولا هتقدر تيجي على والدتك ولا برضه هتقدر تيجي مع زوجتك بالظبط. فبتحاول ان انت توفق ما بين الاثنين، تشوف ايه هي الخطا من مين، توصل وجهه النظر من هنا لهنا، تحاول ان انت تصلح شويه الامور. لو في مشكله في حاجه الزوجه ساعات بتغير، تقول لك ازاي يعني برضو ازاي ماما وتعرف وكده، بس يعني بنقدر ان احنا نتكلم نضحك نهزر كده يعني. بس في اوقات الواحد بيبقى محتاج نصيحه من الناس الكبيره، من اذا كانت والدتي حاجات كتير جدا، حاجات كتير برضو. مش معنى كده ان انا بلغي زوجتي، لا، بس في حاجات الام دي ام برضو. تتعامل مع حماتها زي بالظبط ما انا بتعامل مع والدتها، يعني هي تحترمها وتقدرها، وهي امها الثانيه يعني هي اختارتها بنفسها. لا مامتي طبعا يعني ده امي ما اقدرش استغنى عنها، بس هي ما بتتدخلش في حاجه، يعني حاجتي الشخصيه مع زوجتي في شقتي وتحت حبايب واخواتي. ما بجيش في صف يعني تحت ببقى واقف مع والدتي وفوق ببقى واقف مع زوجتي. الاثنين واحد يعني. بتعامل حماته زي والدته، وده كان انسب حاجه ليا يعني. عشان هو يرتاح وهم يرتاحوا. تدخل الام او الحما في حياه اي زوجين دي مشكله كبيره جدا وبتؤدي المشاكل، فهو يحتوي الموضوع ده على قد ما يقدر. امي هصالحها وهي دي هصالحها وهراضيهم على بعض. ما بقى في الحق بقى، يعني اذا كان دي ليها حق او دي ليها حق. وبعدين انا ما برجحش ان الزوج يبقى ساكن مع اهله في البيت، لان هو ده اللي بيجيب المشاكل. هو بالنسبه لرايي انا الخاص، الزوجه ممكن تتعوض بس الام ما بتتعوضش. في حال تدخل والدتي ممكن ارضي الطرفين، اللي هو انا اخد راي والدتي واحتفظ بيه لنفسي، ومراتي في نفس الوقت ما اعرفهاش راي والدتي. المفروض الراجل لما بيبقى في مشكله ما بينه ما بين مراته وما بين مامته، المفروض ان هو يحل، ما يجيش على حد فيهم. لو ما عرفش يحل يريح دماغه ويبعد عنهم، هما الاثنين هيتصالحوا.